مخيف بس صراحة كلش مخيف. سلمون علينا. أنا عندي واحد مثله والله ما أموت. والله ما حد يموت صراحة. وقرر إنه يبني هذا القصر ويهدي إلى زوجته في يوم عيد الحب. شلونكم؟ أنا كلش فرحانة اليوم. لا أنتم ما متخيلين وين أنا هسة. المكان اللي حنشوفه اليوم هو من عجائب الدنيا السبعة. أي والله. فيعني I am so excited حتى أشوف لكم إياه وراح أصور لكم كل شيء. أوكي بس خليني ألحق لأن تأخرنا وعلى ما سقت وأجيت مأساة. سو هسه احنا راح نركب بهذا القارب. من زمان عاجبني اجي واشوف الجزر الصغار. يعني تخيلي هو الف جزيره صغيره موجوده هاي النهر. هي من العجائب الدنيا واني ابد ما شايفتها. وطبعا هاي الجزر حتى بيها بيوت ساكنين بيها الناس الزناقين كلش كلش. فطبعا هم راح اشوف لكم اياها اكيد. اذا هاي انتم اول مره تشوفون قناتي بليز لا تنسون تسوي لي سبسكرايب ولايك على هذا الفيديو. حيو الكابتن. الزحمة زحمة طبعا. الناس اول ما تدخل كلهم يصعدون فوق لانه هو المكان الوحيد المفتوح. فيعني راح احاول اقعد فوق قبل ما ينترس. نور شلون الشعور؟ متحمسة؟ كلش متحمسة. انا قلت انه انت خطية ماخذة الفاكسين وتمرضت البارحة ماخذة السكند دوس الثانية وحالتها حالة. البارحة خطي كلش تعبانة. ايه بس هسه هواي احسن. بس لا اليوم الجو كلش حلو. بس شنو المشكلة؟ انا نسيت احط هذا ال شنو صن بلوك بالعربي؟ واقي شمس. واقي شمس فيعني راح يحترق اليوم ويا الشمس هذه وقاعدة فوق. خليني اشوف لكم المنظر من هنا لان كلش حلو. يعني صدق اليوم الجو عبالك ما السباحة احلى من لما رحنا كينغستون. كان مغيمه من رحنا. لا وبعدين كينغستون كلش كانت يعني ازمه الناس فوق بعض. اي صدق كانت زحمه زحمه. واخيرا تحركنا. لا يعني اوكي المنظر ما مبين مخيف بس صراحه كلش مخيف. من نانا. هلو. Do you want to be in my vlog? Okay, guys, the captain راح يطلع بالفلوج مالتي. Say hello, hi. Hi. Welcome to the Thousand Islands. I'm You're so excited. Thousand Islands too. My vlog is in Arabic. I only speak in Arabic. Yeah, my fans are all Arab. Hi. You're gonna have to translate. For yeah, I'm gonna have to translate that part to them. يقول لكم مرحبا. وقلت له إنه هذا الفلوج ترى بس بالعربي يعني ما أحكي بالإنجليزي. He's so cute. كلش حباب الرجال. الرجال اللي كابتن. واو شوفوا هذول البيوت. هذول الباركات مال البوت الصغار شقد حلو. شوفوا هذول جايين بالبوت مالتهم. يعني والله نيالك قد. شوفي هذا البوت. هلو حبي يسلمون. يعني صراحة ما أعرف إنه أتونس أو أنقهر على حظي. يعني والله من يشوفون هيك المناظر والناس شلون عايشة وساكنة ببيوت تخبل. أطمر حظي. والله نيالهم. يعني شو تخيل مثلا هذا بيتهم الصيفي يجون هنا يتونسون يصيفون. إنه هنا الناس تخيلي ما يوصلهم يعني إنترنت. بس هم شو يسوون بالانترنت انت هنا؟ يعني صراحه انا اذا ارد اجي هنا وعندي بيت هنا ما ارد احكي وياكم. ما ارد اشوفكم. ما اعرفكم والله العظيم. اريح بالي اريح راسي. صراحه انا جيت هنا اريح راسي بس صراحه ضجت والله. ناس عايش يوم اللي لنا نور نتزوج دكاترة إن شاء الله. إذا أنت دكتور وتطلع 250 بالسنة أنا يعني وبكندا عايش إحنا محتاجين. أنا سينجل ومثل ما تعرفون وصديقتي نور سينجل. ما أريد بس دكاترة أو لو لا ما أريد محامي إنه وخليني أوقع على ورقة وإذا طلقنا. لا
ياخذ كل الفلوس. مهندس اي ذكاء، احنا نريد دكاتره. اذا انت دكتور احكي ويانا. هذا البوت جاي. هلو عايشين والله عايشين الناس. لا لا انا هلقد ما حسدتهم اليوم. راح يوقف البوت بنص المي خطيه. يسلمون علينا. وهذا هو الجسر، هذا هو الجسر اللي يقطع بين كندا وامريكا. كل ما نريد نروح المدينه نيويورك نفوت من هذا الجسر. يعني هي بس بيناتهم جسر صراحه. شوفوا المكان يجنن. شوفوا هاي ايش قد كيوت، بيت على جزيره صغيرونه صراحه يخبل. يعني شوفي مكانها، الله اللي يعلم هذا البيت ايش قد سعره قريب على الجسر. واو جايز البوت قام يتحرك. ان شاء الله يعني ما اتمرض، يعني كلش قمت ادوخ. هذا الرجال والقرآن صار له يمكن اول ما بلش القارب، اول ما تحرك يمكن من شي ساعة ونص بمكانه. هذا الرجال ما تحرك، اريد اوقف بهذا المكان اتصور ومدى اقدر من وراه. اي هذا هذا هو الرجال. فضيع فضيع، حسيت هو الباب. واخيرا وصلنا الى اكثر منطقه انا كنت منتظرتها، هي منطقه المليونيرز اريا، يعني منطقه الاثرياء. طبعا البيوت اللي هنا على الاقل تسوى 7 الى 10 ملايين دولار، واصغر بيت يتاجر 7000 على الاسبوع الواحد. وهذا المنزل الصيفي مال بنات جورج بولد اللي هسه راح اروي القصه الحزينه اللي صارت بينه وبين مرته. جورج بولد اللي هو من أصل ألماني هاجر إلى أمريكا وهو عمره 13 سنة، واشتغل في مطابخ الفنادق وبسرعة دخل وتعلم شغل الفنادق وصار من أغنى أغنياء العالم ويملك أغنى فنادق في العالم. جورج تعرف وحب وتزوج من لويس، وهي كانت مخلصة وتحب جورج ودائما تساعده بأشغال الفندق. وفي سنة 1895 جورج سمى هاي الجزيرة جزيرة القلب، يعني هارت آيلاند، لأنه شكلها من فوق يشبه شكل القلب مثل ما تشوفون بهاي الصورة. جورج كان يتخيل زوجته لويس أميرة في قصر، وهو حب يحقق هذا الحلم وقرر أنه يبني هذا القصر ويهدي إلى زوجته في يوم عيد الحب. وفي عام 1900 بدأ البناء مال القلعة، وهو وظف 300 موظف حتى يشتغل على هاي القلعة، وكانوا يشتغلون لمدة 10 ساعات باليوم، وكانوا ياخذون $1.50 فقط باليوم الواحد. جورج كان كلش حريص على انه يبين حبه لمرته، فمثل ما تشوفون بالصور اللي انا هسه راح اشوف لكم اياها، هواية من الاركيتكتشر ديزاين والرسومات اللي موجودة على الحائط كلها بشكل قلب تدل انه على حبه لمرته. وبعد 4 سنين من بدأ البناء في سنة 1904 توفت زوجة جورج وكان عمرها 42 سنة. لما لويس توفت قبل ما ينتهي هذا البناء، جورج تأثر بهذا الشيء وأمر رأسا بتوقيف البناء بهذا الكاسل. ومن هذاك اليوم جورج أبدا ما دخل الآيلاند وترك كل الشغل، وتولت الحكومة على ما أعتقد بإنهاء هذا البناء وخلته مثل الآرت جاليري، الناس تروح تتصور به، بس إلى حد اليوم ما حد ساكن بهذا المكان. وهي هاي قصة جورج ولويس المأساوية. نور تقول إذا أنا عندي واحد مثله والله ما أموت، والله ما حد يموت صراحة. يعني مسوي لها جزيرة وقلعة مشتري هي ومسوي لها على شكل قلب. لا 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 يعني صراحة نيالها، بس بس شنو صدق شنو يا لو توفت. عدنان عدنان عن بابا وابو نور، يعني
من دخل هسه صار ان احنا هسه بالبوت 4 ساعات بس يحجون وتعرفون العراقيين اكيد سياسه وما سياسه ومن هذا فهسه فتت من يوم قلت لهم انتم تعاينون على المنظر هذا لو بس تحجون يقول ابوي دنعاين دنعاين رجع يحجوا يعني والله بعدهم دا يحجون يعني قايسو خلصنا من السفرة مال البوت بعدك اشياء مام سو اجينا مكان هم كلش حلو هم على المي ومثل ذيك المرة راح نسوي سفرة وجابين هواية اكل ما يتجوع وبس اريد اكل لانه ما ماكلش اليوم كله وكنت بالجيم قبل ما نجي لهنا ف بس اريد اكل المكان اللي جينا به شكله انه حيكون في فرقة تغني شوفوا وراي هم لحظة خل اقدم لكم شكله حيغنون اليوم بس يا ريت يبلشون ورا ما نخلص الغداء حابة اكل بهدوء انتوا ما تعرفون انا ايش قد راح اكل اليوم هذا عمتي وهذا دجاجنا المشوي والسلطة اوه طرشي طرشي هذا ملح ايه هذا واو طرشي عاشت ايدكم شوفوا 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 جايز البقلاوة هاي اني سويتها والله العظيم صدقوني مامو اني سويتها انت سويتها ليش تضحكون ولكم والله كل السهلة شوفوا شوفوا ما احلاها ضقوها ضقوها وقولوا لي رايكم اوكي جايز ان شاء الله يا رب تونستوا وياي بهذا الفلوج كلش كلش انا تونست اليوم اهم شيء صراحه اكلت هسه لاني يعني كنت ميتة جوع وهاي نور وياي حتقول لكم باي 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 نور والله ليش ما تبلشين قناه على اليوتيوب ايش رايك اذا شجعوني متابعينك ان شاء الله تسوي قناه اسوي قناه اذا شجعوني متابعينك فقولوا لي اذا انتم حابين تشوفون فيديوهات مثل هذا اللي سويته عاني واذا انتم تونستوا بهذا الفلوج بليز كتبوا لي بالتعليقات وحطوا لي لايك على هذا الفيديو واذا انتم اول مره تشوفون قناتي بليز لا تنسون تسوي لي سبسكرايب احبكم من كل قلبي وشكرا على متابعتكم باي باي